أروح إسرائيل؟ ليش ما أروح إسرائيل وألغي هذا مشروع الكذبة العروبية الكبرى والكذبة الإسلاموية الكبرى؟ القدس، جيش القدس، شوف صدام سوى جيش القدس، النظام الإيراني عنده جيش القدس، بعد عيني القدس أريد أعرف من المتاجر بيها. يعني يكفي متاجرة، أنا يهمني هاي البنية العراقية البصراوية والكربلائية ومن الأنبار. يعني القدس ما تحضر في ضميرك في وعيك بأنها عاصمة عربية مغتصبة من كيان إسرائيلي صهيوني معتل؟ أبدا. طبعا ها أبدا. أنا يهمني الآن شيء، إيش قد المتقاعد العراقي يعيش كرامته، إيش قد إنتاج الفلاح العراقي من الطماطة والخيار منتج، إيش قد الأمن القومي العراقي، الأمن القومي الغذائي العراقي. وإذا تروح لإسرائيل هذا يتوفر ويتحسن إن شاء الله، وإن شاء الله سأكون أحد رواد بناء هذه الجسر بين عراقيين اليهود في إسرائيل اللي هم نص مليون عراقي. أي؟ عراقي إسرائيلي يهودي. والعراق، العراق عظمته بحضارته، مو احنا نقول ليش الحضارة عربية إسلامية، حضارة لكل هذه الأطياف. إذا تطلع بوسائل الإعلام تقول الكيان الإسرائيلي كيان غير مغتصب وكيان إسرائيل ممكن أن أزور غير مغتصب، هاي مو شغلتي، أوقف، هذا ما قلته. غير مغتصب هذا هم والفلسطينيين، زين، نارهم تأكل حطبهم، سمعت؟ ولن أكون في يوم من الأيام العراقي الذي يدعو مرة ثانية أتاجر بشعبي العراقي، برزق العراقيين، بالأمن الغذائي العراقي من وراء كم قشبر ومرتزق ودجال وكذاب فلسطيني، بضمنهم السيد ياسر عرفات والميت الله يرحمه. والله طبعا احنا قشامر، وزراء السلطة الفلسطينية أيا كان يعيشون البحبوحة والثراء والمزارع والقصور في، يعني لو ذكر الوسادة مثلا تطبع العلاقات مع إسرائيل، تفتح لهم سفارة في العراق؟ أينما تذهب مصلحة الدولة العراقية، وإسرائيل دولة، نقطة على السطر، دولة إسرائيل طبعا، دولة العشاب ودولة. بعد أبو مازن ويا من يحكي؟ أبو مازن ويا من يحكي؟ عرفات ويا من يحكي؟